دلوقتي بقى أسيبكم مع تقرير البيست سيلر أو الكتب الأكثر مبيعاً، ونتعرف مع بعض على أكثر الكتب والروايات اللي حققت مبيعات خلال الأسبوع اللي فات، ونرجع نكمل حلقتنا معاكم. يحكى أن يقدم لكم الكتب الأكثر مبيعاً، وذلك في حلقة جديدة كل أسبوع نرصدها لكم طبقاً لما نوهت عنه دور النشر على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي. تنوعت كتب هذا الأسبوع بين الروايات وكتب التنمية البشرية والتاريخ. تصدرت الكتب الأكثر مبيعاً رواية تميمة العاشقات للكاتبة لنا عبد الرحمن، فتنقلت الكاتبة من خلال الرواية بين العصور والدول المختلفة. ثم جاء كتاب أربع محاولات للحياة، وهو تجربة رباعية لأربعة كتاب، هم الكاتبة مروة سمير والكاتبة نشوى صلاح والكاتب أسامة علام والكاتب أحمد عبد المجيد، ويعتبر مواجهة صادقة مع النفس. وجاءت رواية أيام الشتات للكاتب كمال رحيم لتبرز حالة التسامح الديني من خلال أحداثها، وتجسد ذلك في شخصية الجد اليهودي الذي كفل مسلماً في بيته ويسر له جميع سبل الحياة. لم تخل القائمة من كتابات التشويق والإثارة، فجاءت رواية سيدة الزمالك للكاتب أشرف العشماوي، والتي تدور أحداثها في إطار تشويقي حول جريمة قام بارتكابها خمسة أشخاص في حي الزمالك. تختتم قائمة الكتب الأكثر مبيعاً برواية الحب والصمت للكاتبة عنايات الزيات، وتعتبر الرواية الوحيدة التي كتبتها عنايات الزيات قبل انتحارها وتحولت لعمل سينمائي بعد ذلك.